يا جنة الدنيا ودف هل حدثت شمس النهار من التي حازت كمال النور في محياها ومن التي هي للحياة ضياؤها ومن التي تحيا النجوم خطاها يا سائلا عنها وعن آياتها هي جنة الدنيا ونفع عباها هي جنة الدنيا ونفع عباها هي مرأة من دين قام خباؤها وتمثلت قيم العلا ترعاها وعت كتاب الله قلبا مؤمنا يهدي الإله به الفتى امتاها وتوضأت صلت وقامت وقد رضيت بما فاتاها وتخلقت بالطهر دينا قيما وثمت عن التقليد في مسعاها وتشبثت بالنور يوم رعاها
حديدة الإيمان.